دف البشره بمنظف حنان دشتي. عن هالفرشة هني عندها شيوم شوية مسامات، هذه تقعدون تسوون فيها شي لين يدخل بالمسام قبل نوزع الفونديشن على بنات. هذه الفرشة اللايرز مالت حنان دشتي الجديدة، وزعنا فيها الفونديشن، نحط لون أخير. بنات اللي يسألوني عن استخدامه هو كذي لي تحت شوي. راح نرسم الحاجة أول شيء، رقم 5 على ذهبي.